الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما راكم تشوفوا اليوم رانا في خيمة إفطار الصائم الدار الكبيرة. الخيمة هنا متواجدة بمدينة العلمة التابعة للمنظمة الخيرية الإحسان. حنا ككل سنة هذه هي المكان اللي نضعوا فيه الخيمة تاعنا. الحمد لله رب العالمين، الضيوف تاعنا عابري سبيل وعائلات المحتاجة والعابري سبيل. عندنا بين الإفطار عندنا عندنا يوميا بين 800 ل 900 وجبة بين محمولة وعلى الطاولة. الحمد لله رب العالمين، المحسنين واقفين معنا، السلطات المحلية، الكل يعني راه يقدم في يد المساعدة هنا للخيمات على الإفطار. كما راكم تشوفون الأجواء راهي رمضانية بامتياز، الناس راهي تجي تفطر فرحانة، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رانا متواجدين في الدار الكبيرة والسي عبد الغني بالأعلى، يعني هنا مائدة الإفطار الجماعي بمناسبة رمضان الكريم. يعني كما نعرفوا العلمة عندها تقاليد كبيرة في عملية التضامن، وإحنا اليوم رانا نتولى سي عبد الغني. كما نعرفوا سي عبد الغني هذا المكان هذا هو معروف به بالمدخل الغربي لمدينة العلمة، يعني هو مشكور، ورانا نشوفوا يعني حركة كبيرة، يعني توافد كبير تاع المواطنين عابري السبيل. وحنا نقول اهلا وسهلا بكم في مدينة العلمة، مدينة المضيافة، ونشكروا ثاني كل المتطوعين والمحسنين اللي راهم يساهموا في هذه العملية، يعني العملية الخيرية إن شاء الله. وحنا كمجلس بلدي ثاني رانا ديما ثاني واقفين مع الإخوة هذو أصحاب المبادرات والعمل يعني الهدف، ونشكركم انتم مثلا التغطية يعني الدائمة